سي يوسف طيب تحياتي، سيوس بن اساسا حارة، مساء عليك. مرحبا مرحبا اخويا. كي داير سيوس بن حارة؟ مساء عليك. بارك الله فيك اخويا، الله يحفظك. اش يمكن تقول لنا على نجم عيني؟ انا اللي غادي نقول هو الحمد لله انا متفائل، والله العظيم انا متفائل. ان ان شاء شاء الله الرجاء غادي ننتصر ان شاء الله الرحمن الرحيم. باذن الله، غتجيب انتصار ولا تعادل على الاقل، واحد واحد ولا جوج جوج واحد، غتكون واحد مفاجاه ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله ان شاء الله. والمصري البورسعيدي مش احسن منه. برافو. ماشي احسن منه. الا جيتي تشوف، الا جيتي تشوف، انا كان على على حسب النظر ديالي بان احسن اللي تكتب في البطوله كاينين هما ديال الرجاء اللي كنشوف انا. وي بصح احسن كاين شي فرق يا خويا، خويا يوسف كنتفرج فيهم من فوقين غير اعلاميا، ما عندهمش كنتفرج فيهم كيربحوا غير بالتحكيم وبالاعلام. التلفازه ما كديرش الخدمه ديالها في الاعادات ديال اللقطات اللي كيكونوا صالحه وما كتكونش الاعاده. وحنا الرجاء ديما كلشي عندنا حلال، كنلعبوا ورانا حنا كلشي ضدنا، التحكيم كلشي جامعه كلشي ضد الرجاء. كتشوف الرجاء الحمد لله ديما مبهدلها، اللهم لك الحمد. فهمت يا سيوس؟ نعم. وانا متفائل، هذا الشيء اللي بغيت نقول لك، انا كنتمنى من الجماهير الرجاويه تتفائل كيف ما انا متفائل ان شاء الله. يلاه شوف تمونا، هذه القضيه نقطه مهمه خويا. راه شوف الجماهير اللي ما تفائلاتش، راه كاع داك التشاؤم ديالها كله كينتقل للاعبين، حيت اللاعبين راه كيعيشوا مواقع التواصل. راه نكذب عليكم كذاب، راه كلشي كيوصل لهم باش كيتبعوهم، اللي كيشوف واحد الجو ديال الخوف وجو ديال نقصان الثقه عند الجماهير، فينتقل عبر الاسلاك الكهربائيه وعبر الاثير الى لاعبين والى نفسيه اللاعبين، ويهدد ثقتهم بهم. عندك الحق السي يوسف في هذه القضيه، ونزيد ناكد على هذا الشيء اللي قلتي. كاينين شي ناس في الاعلام كيشدوا غير السلبيين كيوصلوه، لحقاش شفت انا شي صفحات محسوبين علينا كرجاويين، ولكن ما كنظنش بانهم رجاويين، حاشا ولله يكونوا رجاويين. وشتهم ودرت دي كومونتير وعرفتهم بانهم ماشي رجاويين. كاين واحد الهجوم اعلامي على فريق الرجاء من شي ناس كيحسبوا راسهم رجاويين، وكيديروا صفحه وكيكتبوا فيها رجاء البيضاوي. كتروا 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 ديك الصفحات، كتروا داكشي ديال داكشي ديال لي فوكون. شي ما بقيتش ما بقيتش انا عرفت رجاوي من الولادي، ما نقول لك بصراحه ما بقيتش عرفت. شوف لي فوكون، واش تخيل الطوسي هاجمت واحد الصفحه حسوب علينا، قال لك الا خسرنا ولا هادي، وكيشاموا في هذه الامور. ما فهمتش احنا، حرب الميض على الرجاء، وهذا الشيء فين ما كينوض الحرب على الرجاء، الرجاء كتنتصر باذن الله. شوف بزاوية. مكتب المسير، مكتب المسير الحالي، خصني نقول فيه واحد القضية. مكتب المسير الحالي لا يرضي أحدا، وطريقة السير ديالو فيها عشوائية، مشكل ديال جوازات السفر، ومشكل انتدابات، وبزاف ديال المشاكل. يعني اللي كيبان بأنهم ماشي بريس وماشي تجربة، وما عندهمش تجربة في التسيير، وباقي كيرتكبوا الأخطاء وكيتعلموا التسيير، وهناك هفوات كثيرة، هذا لا يناقشه أحد. كان معك، أنا كنسمعك. كتسمعني انت؟ كتسمعني؟ كنسمعك. لا خلينا نكمل لك انه كنقولوا هذه المسائل اللي حنا يعني هذا الشيء حتى واحد ما راضي عليه، وحتى واحد ما عاجب هذا السيد هذا. ولكن حاجه واحده اللي تحسب للمسيرين الحاليين، تندوي على المسيرين، ما تندويش على شخص، تندوي على المكتب المديري، انهم بداو شي شويه كيسدوا المرقى على عباد الله. شويه بدات كتزعم، بدات كتضيق المسافات، حيت هادي راسك. شوف دي راسك واحد القضيه دابا اللي على وجه اليقين، الوقت اللي تشوف بعض الصفحات رجاويه وبعض الرجاويين كيهاجموا المكتب بواحد الشراسه، واحد الشراسه لدرجه زعما وسيلو بحالكم دابا ما تبقاو تزيدوا فيها تنهار، عارف بانه راه من دوك النوعيه اللي تسدات من المرقه، وبغاو يزعزعوا الكيان الرجاوي، بغاو يزعزعوها. اما الرجاوي اللي هو غيور، الرجاوي ديال بصح اش كيقول؟ جوج كلمات ساهلين، هو انه الفرقه ما كتسيرش بطريقه احترافيه، هناك اخطاء تسييريه كثيره، هناك بزاف المشاكل كاينه في الرجاء على المستوى المادي وعلى المستوى التسييري، اذا وهذا الشيء اثر على الانتدابات، هذا الشيء كاين ياك؟ اذا انا كرجاوي حر اش غندير؟ ما عنديش الحق انني دابا نضغط على المكتب، لان المكتب الا مشى من غدا ما كاينش اللي غيسير الفرقه. ماشي دابا تتسال اذا غنخليهم يسيروا، وفي نفس الوقت غنطلب منهم يصححوا الاخطاء ديالهم من دابا لنهايه الموسم، وغادي تشجع فرقتي باش فرقتي دير نتيجه. علاش؟ لان الا ضغطت عليهم باش يمشيو هذاك الشيء غيرخيو على الفرقه،
واللاعبين غيتاثروا، اللاعبين ما بقاش يلعبوا معاك، غيمشيو لك الالقاب، غتخرج بزيرو لقب، ولا خرجتي بزيرو لقب راك انت العواني، انت العواني، عرفتي اش العواني؟ لانك انت ماشي كتخدم المصلحه ديالك، انت كتخدم المصلحه ديال الاعداء ديالك. الاعداء ديالك. اذا غنسميك العواني، غنسميك العواني. اذا خلي على وجه الرجاء وعلى وجه وباش ما تعطيش فرصه للمنافسين ديالك، دعم فرقتك الى غايه نهايه الموسم ونتحاسب. انا هذا هو الرجاوي عنده شهور واش خصك تكون عنده 10 دول لك هادشي اللي كاين. السي يوسف انا ما نطولش عليك، السي يوسف انا متفائل وكنطلب من جماهير رجاء الفريق الرجاء العربي باش يكونوا متفائلين كيف ما كيما متفائلين، وان شاء الله يكون انتصار. قول لهم انتم ديالكم ان شاء الله الماتش غتربحوا انتم كذا وتشجعوا ان شاء الله. ان شاء الله يكون خير. عندي واحد اليقين في الله غادي يكون انتصار ان شاء الله. الرحمن الرحيم. تحياتي خويا تبارك الله. تحياتي. السلام عليكم. والاخوان تنظن حنا وصلنا ل تنظن سي امين واخا نزيدو حتى لارو، بقى واحد نزيدو واحد 10 دقائق تقريبا حتى لارو او حتى لارو غير قسمي. الو 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 وي وي سي امين تحياتي مرحبا. شكرا لك خويا يوسف، كنسلم عليكم، كنسلم على كاع الناس اللي معاك في اللايف. مرحبا مرحبا، نتمنى تكون بخير وعلى خير. المهم ان شاء الله باذن الله باش ندخل في موضوع المباراه الاهلي، الطموح ديالنا فيها ان شاء الله هو نتيجه ايجابيه. ما كيهمش ما كيهمش يعني الطريقه او لا او النت يعني عدد الاهداف اللي ممكن تسجلوا في المقابله. الاهم هو نتيجه ايجابيه. انا كان ان شاء الله كل ثقه في اللاعبين. هذه مقابله ديال تقريبا مقابله الموسم، لان امام خصم اللي كنا كنعرفوه سواء في الظروف اللي كيعيشها حاليا، لانه باش ما نشوفش باش شوف امين سي امين عطيني غير واحد عطيني اربعه التوالي. المهم واحد السيد اسمه الصلحي قال لك واش كره فيها اعداء؟ انا نقول لك انا نقول لك كره فيها اعداء، فيها اعداء الشريف. ونقول لك شنو هو المبرر اللي عندي. ملي كتلقى انسان كيحاربك ماشي عدو، ملي كتلقى انسان كيتنكر مجهوداتك اللي بعرقك القابك اللي جبتيهم بالعرق ديالك وبالكتف ديالك وبالتمانه ديالك والديبلاسمات والجماهير تكرفسات وكذا جبتيهم، وتكرس عليك حكم وخرج لك لعاب خمسة دقائق خرجوا لك بالحمراء وعطيك بينتي ضدك، جبتي القلب يعني بمشقة، وكيتنكر لك لهذا التاريخ ديالك وكيتنكر لك لهذا المجهود ديالك، كيعتبرك فريق اللي لا يساوي شيئا، فريق لا يستحق. واش ماشي عدو؟ هذا عدو، عدو الحقيقة بعدا قبل ما يكون عدو ديالي أنا كفريق، عدو الحقيقة. إذا اشنو هو عدو؟ واش غنصنفوه انا صديق؟ لا زعما كاع حيت الكره ما تقولش لا عدو، اخو انا كنعتبرو عدو اللي ما كيعترفش بيا وكيحاول ديما يشكك في امكانياتي، ديما يشكك في التاريخ ديالي، ودائما كيدير لي المقاليد، دائما كيدير لي ضغط عن طريق الصحافه، وكيشوش عليا عن طريق التحكيم وعن طريق عدد ديال كنسميه عدو. انا عدو اعتبره عدو وعدو لدود. دير في راسك الشريف. تفضل خويا. كنقولوا عدو وانا فاهم شنو بغيتي تقول. حنا ما كنهضروش على يعني هذاك الشيء الشخصي بيرسون او شي حاجه، كنهضروا على كره القدم، اعداء في كره القدم. كنا مسلمين كيما ريفر بليت الاعداء ديالهم هما بوكا جونيور ولا ريال ولا برشلونه ولا الانتر مع الميلان ولا تمام خويا رينجرز يعني ما تمام يعني اعداء في كره القدم. نتمنى اخويا يوسف ان شاء الله باذن الله فريق رجاء البيضاوي يكون دائما في المستوى كما عهدنا فيك، تكون المقابلات الكبيره والمقابلات الحاسمه، الدراري كيخرجوا كل شيء اللي عندهم. هذه الاضافه اللي عندنا مقارنه مع الفرق الاخرى. فريق رجاء اللاعبين ديالهم كيبغيو فريق رجاء، ماشي فقط كيلعبوا فريق رجاء من اجل المهنه ديالهم اللي هي كره القدم. اللاعبين ديالنا حنايا الحمد لله مرتبطين بالفريق ديالنا كيف ما حنا يعني كيعيشوا كره كيعيشوا هذيك المباراه بالاحساس ديالهم سواء اللاعبين او الجماهير. نتمناهم ان شاء الله يكونوا في نهارهم، نجيبوا نتيجه ايجابيه. انا التوقع ديالي ان شاء الله باذن الله غادي نجيبوا شي نتيجه تعادل ايجابي 1-1 ولا 2-2 وغادي نجيبوا ان شاء الله الدار البيضاء. وبغيت هذا هو المقابله، هذه المقابله هذه اللي غادي نلعبوا ان شاء الله نهار 6 خويا يوسف هي بدايه، هي شوط اول
غادي خصنا نخرجوا به في نتيجه ايجابيه كيف ما قلت، ولكن الشوط الحاسم واللي غادي يلعب فيه الجمهور هو فريق الرجاء البيضاوي دور كبير، والمقابله اللي غتكون عندنا ان شاء الله في الدار البيضاء. نبغيو الجمهور ديالنا، هذا هو، هذه هي الرساله ديالي للجمهور. نبغي الجمهور ديالنا يمشي للملعب يشجع الفريق ديالو، يشجع الفريق ديالو، ما يمشيوش يتفرجوا، نمشيو نشجعوا الفريق ديالنا باش ان شاء الله ندوزوا هذه المرحله هذه. ولا تسنا هذه المرحله هذه الدراري غادي ياخذوا الثقه في نفوسهم، غادي يعني واخا حنا راه كنعرفوا الاهلي راه ماشي في المستوى ديالو ديال السنين الماضيه، ولكن راه الاهلي تجربه اهلي اسم فوالا، واخا كيكون المستوى ديالهم ضعيف تيبقاو ديما تيديروا في النفسيه ديالهم انهم هو الاهلي عندنا 10 في العصر الاخر غادي نزيدوا نكملوا واخا المستوى ديالنا ماشي مزيان. نتمنى هذاك هو الدور ديال الجمهور ديالنا، يضغط يمشي يشجع يمشي يدير الضغط على الفريق الخصم، وان شاء الله باذن الله راك عارف الدراري ديالنا ملي كيشوفوا الجمهور ديالهم من وراهم وكيضغط راه كيخرجوا الامكانيات ديالهم، واخا كيكونوا واخا كيكون المستوى ديالهم ماشي في 100% كيحاولوا كيتقاتلوا معنا شي اللي كاين ان شاء الله باذن الله متفائلين. واحد النقطه امين اللي بغيت يعني نقولها معاك هي انه واحد النقطه ما كنديوهاش فيها بزاف ربما، هي مسألة الفائدة أو التجربة اللي كيكتسبوا اللاعبين بغض النظر عن النتيجة على التأهل وعلى الفوز بالعصبة. هذا كاين واحد الكوتي ديال التنافسية اللي كنسميوه التنافسية. راه ما نساوش بأن هاد اللاعبين اللي بدينا كنرشو من لاعبين شباب كنبحوهم شوية بشوية، راه هاد الفرقة هادي راها لعبات منافسات ديال العصبة وتكلاصات هي الأولى في المجموعة ديالها، بمعنى يعني هادي شحال هادي الله جمع تكلاصات هي الأولى وسميتو فارق مريح ديال النقاط، يعني انه راه كاين واحد التنافسيه. وهاد الماتشات اللي كيلعبوا اللعابه، هاد الماتشات مع امازون وحوريه هما دابا غيلعبوا مع الاهلي، من بعد الى تاهلوا ان شاء الله يلعبوا مع الترجي، هادشي كيزيد يقوي الفرقه للمنافسات ديال السنوات اللي جايه. راك اللعابه كيربحوا مباريات من المستوى العالي في رجليهم، يعني راه هادشي كله راه كيفيد اللاعب. راه اللاعب فرح اللي غيكون في الموسم الجاي ماشي هو فرح ديال دابا، وزريده اللي غتشوف في الموسم الجاي ماشي هو زريده ديال دابا، كذلك اللاعب اللي هو بن جديده ما غتشوف بن جديده اخر العام الجاي. هادشي كله شكون كيخلقو؟ راه تيخلقو هاد التجارب اللي كياخذوا في هاد الماتشات الكبار. فكل هاد الماتشات كلهم فائده للفريق، وكلهم ان شاء الله غادي يساعدوا الفريق في المستقبل. فتحياتي لك اخويا. اكيد خويا، اكيد خويا يوسف، ان شاء الله وباذن الله نتمناو يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي خويا، شكرا. اخر اللي اتصلت من هذا وين هذا الو الو السلام عليكم. السلام سيدي، مرحبا، كلشي بخير؟ سي نسيكو والمشاهدين مرحبا. ندخل في الماتش ديال اسم الكريم، اسم كريم، اسم كريم لو سمحتي الله يحفظك. اسم كريم عماد. عماد من مراكش. من مراكش، مرحبا، تفضل اخويا تفضل، حاول تكون موجز الله يحفظك حيت قربت المغرب. تفضل تفضل. نتمنى من التوصيل انه يدخل شي تشكيله تكون مزيانه ومع خاص الاهلي قوي، خصنا نلعبوا خطه دفاعيه باش سميتو نجيروا الماتش ديال القاهره ان شاء الله. وكون هاني شي لا توصيتي ما على بك، التوصيله غادي يفلي ديك التشكيله غادي يفليها ويكتبها ويعاود يكتبها ويعاود يحيد من هنا ويقاد من هنا. قول له بلاتي هذا كيستاشر، راه كيستاشر التوصيله ما كيخدمش بوحدو، هادشي اللي فيه مزيان. راه هما هاد التركيبه البشريه ضعيفه ولكن راه قاضي الغرض، راه لا لا سميتو الحمد لله الحمد لله. ما يديرنا انا من جهتي انا ما يغامرش بزنيتي وصافي، هذه الهفوه اللي ما خصوش يطيح فيها، لانه هو يدخل فخر فخر عنده سميتو التنافسيه على السي عنده التنافسيه وبدا كيكسب الثقه في العصبه، يعني دار ماتشات كبار، يعني حارس اللي تماكى عليه الجبيوته في ستاد الماتشات ما عندك ما تسالو صاحبي.
درجه من الاصابه مغامره كبيره ونتمنى يرد لها التوصيل للبال. وي وي ونتمنى انه سميتو ما يكونش اجتهاد، حنا بغينا يدار غير داك الشيء خصو يدار، واللي خصو يدار خصك تدخل الحارس اللي جاهز. الجاهز يا عباد الله وبركه من العاطفه، هذا هو اللي كاين. واخا خويا عماد كنشكرك اخويا، شويه الوقت كيزحمنا. تحيه ليك حصه سعيده. مرحبا مرحبا بكم مره اخرى. مرحبا شكرا لك السلام. الاخ هذا كان اتصل هلو وي مرحبا انا سي كان تخرج في اللايف باقي كتهضر مع واحد كيتوقع باقي الناس اللي تيجي معاه. واخا شكون معايا اخويا؟ شكون معايا؟ معك حمد من بالي، هذيك اللي هضرت معاك هذيك النهار ديال ودادي. احبت ودادي من بالي. مرحبا بالودادي، تفضل اسي. نتمنى لكم نتمنى لكم ان شاء الله تربحوا ضد الاهلي والوداد تاعي بركان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى نتلاقاو في الفينال. غير القرار دابا تشارجت فيك دابا ملي سمعتك مع واحد كان ذلك الكومنتير ما عادش كيتشلاح وما عادش كتقول ليه انا من اصلي من الشلوح خشيت ديك الصلاح. اشنا هي تاش بغيتها انا فاش هي معناها الشلاح؟ الشلاح شلاح؟ شلح هي شلح ما فهمتش. الشلوح لا حيت باش كتقول عليه معنى 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 تاع راك غير شلح زعما. لا 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 بلاتي بلاتي لا بلاتي لا بلاتي الشريف انا ما قلتش لي انا الهضره اللي قلتي ما قلتش لي انا الشلاح. شكون اللي قال لك انا قلت لي الشلاح؟ فين شفتيها؟ انا سمعت الشلاح. لا خويا لا 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 نهائيا ما قلت لها انا لا شلح ولا غير شلح. واش داك اللي تناقش معاه ودادي ولا معات في الكومنتير؟ لا لا هذيك اللي هضر معاك في الكومنتير قال لك شي حاجه في الكومنتير داك اللي قال اللي قال بانه واش الكره فيها اعداء. وهذاك جاوتونا على الاهداف ديالها اللي كيشوش ما قلتش لي انا الشلوح نهائيا ما جبتش الشلوح نهائيا. حتى انا كنت صايب مع هذا الطفل. شوف انا ناكد لك انا راني شلح انا متالي وين كاع يا الله. والله داكشي انا كنشوف الجويه الدراري كل ما من عندنا راه جويين وكنقول السيد كيقول شلح في الله. انا كنعاود الدراري ولاد كازا كيقول لها ديك كيقول لها تشلح هذا عادي كنضحكوا بها وكنصوروا ولكن باش يقول لها واحد في اللايف كتجي شويه ناقصه. لا لا شوف واش يقدر شي واحد يتجرا او لا تكون عنده الكاريزما باش يعير سكان المغرب الاصليين؟ ولا داكشي اللي كنشوف ولا داكشي اللي حيت ما عادش حتى في الباص ديال الطوموبيل اللي كتجي في الطريق دابا داكشي علاش؟ ما نعيطوش لنا هما عيطنا حتى الناس اللي جاوا من شي بالجزيره العربيه هاجروا للمغرب عاد نعيطو نعيطو الناس اللي سكان المغرب الاصليين. حاشا حاشا خويا تفضل اخويا تفضل. اسمح لي لو اسمح لي لو نتمنى نتمنى ان شاء الله نرجعوا للوداد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الفينال اللي داها راه يستاهلها. الله يحفظك اخويا شكرا شكرا. ونتمنى نتمنى هذا الشيء اللي كيكون بين الجمهور ديال الوداد والرجاء والفرق كنتمنى يتحل العدد هذا الشيء ديال الكبير وهذا الشيء كاين شحال واحد مسكين شحال واحد مسكين مات على قبل على قبل هذه الكره هذه. واحد السيد واحد شكرا خويا تبارك الله عليك عانك الله يعاونك. واحد الاخ تيقول بانه الو وعليكم السلام سيدي مرحبا تفواش مبروك علينا وعليك علينا وعليك. شكون معايا اخويا؟ هشام منورة. شكون؟ هشام منورة. هشام منورة ماشي انت اللي عندي ماشي انت اللي سميتك هشام؟ هشام لا هو ايوا اش كتقول جار انت جارنا انت اخويا؟ زعما هو راه قريب التالي وين؟ مرحبا 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 بالناس دوار. تفضل اخويا اش يمكن لك؟ الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك ان شاء الله اخويا مربوحه ان شاء الله رحمه ربي كبير ربي كبير بمجهود القتاليه ان شاء الله. بحال واحد قبيله واحد قبيله ان شاء الله قلنا لي غادي نربحوا هذه وقال لك كتعلم الغيب وشو المغاربه كاين كيقراوها. راه قلنا ان شاء الله قلنا ان شاء الله ملي كنقول ان شاء الله غنربحوا راه معنى هذا راه دعاء في العاود نقول يا ربي نربحو كنقول ان شاء الله غنربحو راه تمني راه ماشي ثقه في النفس. حنا ما كنتيقوش في النفس ما كنتيقو على الله فهو حسبه هذاك الشيء اللي كاين. حنا كنتيقو في حق الله ان شاء الله مربوحه من القاهره مربوحه ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي. هذاك الشيء ان شاء الله ان شاء الله نلعبوا لعبنا باوسي كنلعبوا معاك فرصه سعيده بارك الله عليك
الله يحفظك اخويا، بارك الله تبارك الله عليك، عانك الله اخويا، عانك الله. بون اخوان، تنظن بانه راه خصنا نساليو هذه مهندس تقريبا، مهندس عرفت شكون الاخ هذا، شكون هذا الاخ، ندوزوه ما كاين مشكل، شحال جوج دقائق كاع نغسلو عليه. بغيت لا هاد السيد مصيفط غير فوكا، ما كاين مشكل. تنظن الاخوان وصلنا للنهايه، تنظن بانه نشوف الرجاوي الحمد لله الاغلبيه فيهم متفائل. علاش متفائلين هاد الرجاوي؟ ما متفائلينش من الفراغ، متفائلين من حقيقه الملعب اللي بينت بانه الفريقه بدات كتكاد، شويه بشويه. حقيقه الجماعات الخير اللي لعبنا ديك كاس العرش ما كانش المستوى العالي، ولكن راه مقابلات بحال هذوك في ديك الارضيه بحال هذيك خصهم يتلعبوا بديك الطريقه بحقا باش كتقلب انت على النتيجه كثر ما كتقلب على العرض وانك على الطريقه ماشي يمكن كدوز. دونك تنظن بانه هاد الانتصارات جوج اللي انتصرنا في كاس العرش راه زادوا الثقه من سوق الثقه عند اللاعبين، وان شاء الله غادي يدفعوهم انهم يكونوا في النهار الكبير ويقوموا بالمقابله الكبيره مع الخصم الكبير. فعندنا الثقه في اللاعبين ديالنا، وان شاء الله نقدر غدا ان شاء الله في لابري ميدي ندير واحد اللايف تحفيزي في واحد ربع ساعه هكا كل ثلث ساعه اللاعبين، وان شاء الله كنتمنوا التوفيق للاعبين ديالنا اللي يكونوا في النهار الكبير. تحيه لكم، دمتم بخير، الى اللقاء.